هذا سائل يقول: ما قولك في قراءة كتاب منهج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري؟ الشيخ أبو بكر الجزائري ليس مرجعية علمية، فهو مخلق مخربط متخبط، عنده خلط، فهو تبليغي. نعم، وأنا درست عليه وأنا على علم به. نعم، قد يوافق أحيانا، لكن كتاباته في الغالب مبنية على الاستنباط الشخصي. نعم، والأصل أنه صحفي، قدم من بلده صحفي كما تقول بعض الروايات، ثم درس وقتا في كلية الشريعة بالرياض قبل جامعة الإمام، ودرس بعضها انتسابا. نعم، فلا يصلح مثله مرجعية علمية أبدا لكثرة خلطه.